دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده يا ربي، وينال اعجابكم. الى عجبكم بطبيعه الحال ما تنسونيش بلي لايك ديالكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم طاجين بالسبرجل والبرقوق. تابع معايا المقادير والطريقه. المقادير عندي هنايا اللحم، هنايا انايا غادي نستعمل تقريبا 2 كيلو تاع اللحم. عندي هنايا البرقوق، السفرجل، وزوج بصلات مشلضين هنايا، وعندنا المعدنوس، القرفه بالنسبه للعطريه عندي القرفه، الخرقوم، حبه كحله او البزار، سكينجبير، الملحه، التحميره، والزيت. غادي ندير الطاجين ديالي سخن، غادي نضيف عليه الزيت، غادي ندير واحد المقدار تاع 2 معالق كبار، لانكم عارفين اللحم ديال الغنمي كيكون ميدن حتى هو كيطلق لي دم ديالو، الاحسن ما نكثروش الزيت. غادي نضيف البصل، غادي ندير العطريه ديالي كيف ما كنطيبوا اي طاجين عادي، سكينجبير، غادي ندير واحد الملعقه صغيره تكون امره، الحبه كحله غادي ندير نصف ملعقه، الملح بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق نتاع كل واحد، وكيف ما كتعرفوا راه السفرجل كيبغي الحلاوه هو والبرقوق، نحاولوا ما نكثروش الملح. غادي ندير التحميره، بالنسبه للتحميره كاين بزاف اللي كيقول لك المرقه ديال البرقوق او اي مرقه كتكون حلوه ما كيديروهاش، ولكن انا كتعجبني واخا هكا كنديرها. غادي ندير الخرقوم، الخرقوم كما دائما كنقول لكم انا في الاكلات ديالي كنستعملو حتى في بلاصه الزعفران، كنكثر هنايا درت 2 معالق صغار عامرين، وحتى المذاق ديالو والملافئ ديالو كثيره. هنايا عندي القرفه، غادي ندير راس الملعقه، غير ما نكثرش شويه على راس الملعقه، ماشي النصف كاع وماشي راس الملعقه. غادي نخلط هذا الشيء، يتخلط مزيان، وغادي نضيف عليه اللحم، غادي نخلط مزيان حتى يدخل فيه العطريه ويتقلى لنا مزيان، نحاول نغطي عليه حتى ترخى هذيك البصله ويتقلى وكاع العناصر، وغادي نضيف عليه شويه نتاع الماء، نحاول نخلط كل شيء باش يدخل فيه كاع العطريه. غادي نغطي عليه كيما قلت لكم حتى ترخى البصله ونتقلى ليه مزيان، عاد نحاولوا نمرقوا الطاجين ديالنا. وبالنسبه للطاجين ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو الترخى بدا كيترخى، واللحم تقلى من كل جوانب كيف ما كتشوفوا معايا، كنت قلبته وعاود تقلبت راه تقلى، والبصله حتى هي راها ترخات. غادي نشد هذاك المعدنوس كيف ما كتشوفوا انا ما قطعتهش باش ما يجيش باين في المرق دياله، انا غير شديته قدته، وغادي نديره في الوسط هنايا، وغادي نضيف المرق، المرق نحاولوا نديرو غير من الجناب باش ما نغسلوش داك اللحم يبقى شاد العطريه دياله،
ونسد عليه حتى يطيب. وغادي بعد هذا المرق هذا، انا ما كنكثرش فيه المرق، ولكن هذا المرق بغيته غير على حساب السفرجل والبرقوق، كنحيد منه شويه باش يطيبوا حتى هما في هذاك المذاق نتاع اللحم. بالنسبه للسفرجل غادي نقطعوه غير كما كنديروا للتفاح، نفس الشيء، غير هو شويه كيكون قاسح. من الاحسن تستعملوا شي سكين اللي يكون ماضي باش يعاونكم. انا كنقشرو، كنحاول نحيد منه دوك لي طاش اللي كيكونوا كحل ولا شي وسخ هكاك. غادي نقسمه بحال التفاح، نقسمه على اربعه، وحاولوا فاش تنقيوه ديريكت ديروه، لان كيك حال او الا كانت عندكم كميه كبيره. انا غير من عندي هادو غير زوج، فاش تكون عندكم شي كميه كبيره عصروا شويه ديال الحامض وديروه فيه، ولا تخلطوه مع الماء وتخليوه فيه باش ما يكحلكمش. كنديرها على هذه الطريقه. وكنحاول ندير واحد الخط هكا بالسكين، ماشي كان غير بحال اللي كنشرحها غير شويه، ماشي كندخل فيه حتى كنهرسه على هذا الشكل هذا. وكنديرها في واحد الطنجره نتاع البرقوق، طنجره وغادي نستمر على هذا الشكل حتى نقيهم بزوج بيهم. من بعد ما نقيت السفرجة ديالي غادي نضيف عليه قليل من الملح غير شويه، لان انايا فاش كنديرها غير شويه كيطيب في الماء غير نص طيبه، ومن بعد كنضيف له المرق نتاع اللحم باش يجي فيه ديك البنه نتاع اللحم. غادي ندير القليل من القرفه كذلك، واحد الراس تاع المعلقه، وكندير واحد المعلقه كبيره ولا زوج باش يتعس، زعما باش يدخل فيه داك السكر، كما كتعرفوا هو راه كيكون حامض. وغادي ندير عليه الماء يكون سخون، نحاول ما نكثرش الماء باش يتعسل لي فيه، زعما داك الماء غير شويه باش يتسلق ويبقى فيه باش نضيف عليه المرق، ماشي دوك الفيتامينات ديالو اللي تسلق فيهم نرميوهم من بعد يطيب فيهم ويبقى فيهم يتجمر في داك المرق دياله الماء دياله، نخليه يطيب حتى كما قلت لكم غير نص طياب، ونضيف عليه المرق نتاع اللحم. ونفس الشيء غادي نديره مع البرقوق، غادي نغسله مزيان وغادي نضيف له حتى هو، نديره شويه واحد المعلقه ديال الزبده قبل ما الطنجره تسخن كما قلت لكم، غادي نضيف واحد المعلقه نتاع الزبده حتى هي، غادي ندير فيها شويه نتاع القرفه هكا غير راس تاع المعلقه، واللي كتعجبهم تكون مجهده القرفه فيها يقدر يضيف واحد شويه ديال الملح غير باش ما يطيبناش باسل. كيف ما قلت لكم حتى هو غادي نضيف له المرق ديال اللحم، الزبده نتاعنا تذوب، ونضيفوا البرقوق. وحتى هو كما كتعرفوا البرقوق في الساعة كيطيب، غادي نديروا معاه واحد المعلقة ديال السكر حتى هو باش يتعسل، وبعض المرات كيكون حتى هو حامض على حسب نوعية البرقوق كي كتكون. وغادي نضيف الماء كما قلت لكم غير واحد شويه غير باش ما يتحرقليش مع القرفه، حتى نضيف له المرق نتاع اللحم. غادي نبلع عليه هكا
وفاش غادي شويه يطيب غادي نضيف عليه المرق نتاع اللحم، ماشي كاع يطيب، المهم غير شويه يترخى بالماء ونضيف عليه المرق نتاع اللحم. كتشوفوا معايا الصفرجل، ها هو طيبته كما سبق وقلت لكم، غير الماء درت الماء قليل، ها هو تعسل فيه الشرب داك الماء دياله باش نحاولوا ما نفقدوش داك الفيتامينات دياله، نسلقوه ونرميو داك الماء. دائما انا اي حاجه كنسلقها وكندير لها زعما الطياب ديالها كندير الماء على حسب باش يطيبوا داك الفيتامين ديالهم يبقى فيهم، ما نسلقوش ونرميو داك الماء. شي كذلك البرقوق حتى هو هنايا راه حتى هو شرب الماء دياله. غادي حتى اللحم راه عندي طايب، غادي ناخذ واحد المغرفه وغادي ندي شويه نتاع المرق من الطاجين ديالي، وغادي نديره على الصفرجل وكذلك البرقوق، ونخلي ديك المريقه تجمر باش تعسل لنا، وحتى داك الصفرجل والبرقوق كذلك حتى هما يتنسمو بالمرق نتاع اللحم. وكيف ما كتشوفوا ما عرف واش كيبان لكم، راه اللحم طاب وحتى اللون ديالو كيجي رائع، يعني ما كاينلاش الواحد يدير داك الزعفران ولا كيت غير الخرقوم كيعطيه اللون زوين. وهاهو غادي نخليه هو يتجمر، وكما قلت لكم بالنسبه للصفرجل انا غادي ضفت له المرقه، وكذلك حتى البرقوق ضفت له المرقه نتاع اللحم، غادي نخليهم حتى يطيبوا وغادي نوريكم الطبق النهائي. شوفوا من بعد ما شرب هذاك الطاجين ديالي واللحم حتى هو تحمر غير في المرقه دياله، شوفوا هنايا البصله هي قاعده بت وتعسلت، وغادي هنايا نستف فوقها الصفرجل والبرقوق ونحيد داك المعدنوس من الوسط. ما كتشوف الصفرجل هو تعسل تماما، ما بقاش فيه كاع المرق، نشفته مزيان حتى تعسل كله، كيجي بهذه الطريقه رائعه مع الصفرجل المعسل، كيجي زوين. نتمنى تجربوها بنال اعجابكم، انا هكا تعودت عليه من الوالده الله يرحمها، ما كانش اللي كان يدوق عندها الصفرجل وما يعجبوش، الله يرحمها كانت كتقنو بزاف، وكان عندها على طول العام، لأن يعني هو من الخضر الموسميه، وهي مسكينه كانت الله يرحمها دائما كتحتفظ به كديره كتصبره، كان يجي زوين، وكان عندنا دائما على طول العام الله يرحمها ويسعيها في هذه الايام المباركه. وغادي نضيف البرقوق والشكل النهائي نتاع الطبق ديالنا اليوم اللي حضرناه بالصفرجل والبرقوق، كيجي رائع، كيجي معسل كيف ما كتشوفوا، المذاق ديالو زوين. نتمنى هاد الطبق ينال اعجابكم، بطبيعة الحال الى عجبكم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.